قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبد الرحيم عبيد أبو الشوارب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.